راضي عن أدائه، ولا ممكن تقول إنه في هدف من الأهداف ممكن يكون مسؤول عنه؟ لا ما انا راضي تماما. امبارح الشناوي كان مركز وكان اداؤه هايل. الهدف الاول كان انفراد صريح من واحد من امهر لعيبه العالم فينيسيوس جونيور، فحطها له تشيب كده بشكل مهاري جدا، صعبه قوي على اي حارس. الهدف الثاني هزار، يعني هزار من الدفاع. امال التالت بقى تقول فيه ايه؟ التالت لا التالت ده تيكي تاكا عظيمه، ده غير ان خط الدفاع بيتفرج. بصي فيها ولاء، في ليفل للاجاده في كره القدم، وفي ليفل للمهارات الاستثنائيه. المهارات الاستثنائيه دايما خلاص ساعتها فكره ان انت واقفه صح او بتدافعي صح او كذا، بدليل ان ميسي بيعمل حركاته دي وحاجاته من 17 سنه وبتدخل ليه؟ لان انت ليفل، مهما كنت وقفتي قدامه لعيب ميسي بيجيب الكلام ده في دفاع ريال مدريد ودفاع بايرن ميونخ ودفاع مانشستر سيتي، لان في مهارات استثنائيه ما فيش دفاع مهما كان جودته يعرف يقف قدام. امبارح اتلعبت تيكي تاكا زي الكتاب ما بيقول، اخر كره الكعب دي الله في سماه، مين فينا كان شايف الراجل رودريجو اللي جاي من ورا ده عشان يديها له؟ هو شايفه. والنهارده قال له انا صرخت عليه عشان يشوفني واديها له بكعبه، كل الدفاع رايح واحنا بعيننا رايحين ناحيه اليمين، هو اداها له قال له روح اتفضل الف سلامه. ففي تيكي تاكا كده عظيمه. فعشان كده بقول لك لا، انا رايي ان الشناوي لا يلام على اي من الاهداف، وانه ادى مباراه كويسه جدا، والشوط الاول شال انفرادين مهمين جدا، والشوط الثاني شال البنالتي من لوكا مودريتش. يعني عايز ايه تاني؟ تعالى نتفق بقى ان ريال مدريد فريق عريق طبعا، بطولات وتاريخ كبير محدش يقدر يقول عنه ولا كلمه، والاهلي فريق فعلا يعني مش عارفه اقولها ازاي، بس فريق بيعافر وسط اللهو الاداري اللي في الكره المصريه، صح كده؟ صح. فريق بجد لما بيتكلموا عن مصر بيبقى سيره النادي الاهلي، الحمد لله محدش يقدر ينكر الكلام لله. ده بس ايه اللي ناقصنا عشان لما نقابل فرق كبيره زي دي نفوز عليها؟ مين احنا مش ناقصنا دي؟ مين؟ الاهلي ولا احنا؟ الاهلي. احنا النادي الاهلي. اداره فنيه، لعيبه، لا حاجتين. اداريه. حاجتين ايه هم؟ كان ناقصك امبارح مهاجم، يعني المهاجم هو امبارح اللي كان هيحل. لسه بقول اهو حاجتين، حاجه منهم مهاجم كان يفرق معاكي، لان خدي بالك يا ولاء هي نتيجه كره القدم بتتحسب بايه؟ طبعا رقم الاهداف، صح؟ يعني مش بالاستحواذ، لا 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 لا، ولا بالفرص، الكلام ده وقت المباراه بس، ولا الفرص ولا الترقيصات ولا سباقات السرعه، مع ان ممكن تبقى انت متفوقه في كل دول بالظبط، بس الكره ما بتخش الشبكه فبالتالي النتيجه ما بتحسبش، صح؟ صح. يبقى اهم حد، مع كامل احترامي، مع كامل احترامي لعناصر اللعبه كلها، بس اهم حد هو اللي يدخل لي الكره في الايه؟ اللي بيسجل في الشبكه، صح. لما يكون عندك مشكله في ده بالذات يبقى عندك مشكله في اهم عنصر هو القادر على تغيير النتيجه. تعملي ماتش حلو، تتسيدي نص الملعب، انا مش بتكلم عن ماتش امبارح، بتكلم بصفه عامه، بالظبط، تتسيدي الملعب، تضيعي 140 فرصه، كل ده ما بيتحسبش. كل ده الناس بتنساه، اللي بيفتكروه الكره تجاوزت خط المرمى كم مره. فبالتالي لما يكون عندك اهم عنصر في ده تخلقي فرص ما فيش حد بيعرف يترجمها الى اهداف، يبقى ده عنصر اساسي مش هيخليكي تنافسي الفرق الكبار زي دي. زي ما بقول لك مباراه من العيار الثقيل زي بتاعت امبارح، الفرصه بتفرق. انا كده كنت بقول لاصحابي في الهاف تايم امبارح، قلت لهم انتوا بتهزروا يا لعيبه الاهلي؟ بتضيعوا اربع فرص قدام ريال مدريد؟ ده احنا نفسنا في فرصه، اوصل اربع مرات للمرمى واضيع، يبقى عايزين تكسبوا بقمره ايه؟ لكن في النهايه ادي الله ودي حكمته. ده واحد. اتنين، انه يبقى عندك السيستم الرياضي الذي يسمح بان تقارعي الكبار، وده مش موجود عندنا للاسف، قولا واحدا. طيب نسيب بقى في موضوع انا عايز اسالك، حابب تجاوب عنه قول لي، مش يعني حابب اعمل سكيب على طول. عشان اقولها بشكل واضح، الاهلي وانت قلتي لفظ عجبني قوي قوي قوي، بيعافر. بيعافر ليه؟ بيعافر لانه خارج المنظومه. دي حقيقة. دايما احنا بنتكلم على كلمه منظومه باعتبار ان دي حاجه حلوه، لكن للاسف منظومه الكره في مصر حاجه وحشه، فالاهلي هو الوحيد اللي بيحاول يعافر بره المنظومه الوحشه عشان يتلافى اثرها ويمثل حسنا سفيرا للكره المصريه كويس. فربنا يكون في عونه، لانه فعلا عارفه فيلم الليمبي، كان فيلم الليمبي ولا فيلم عوكا، قال لهم ايه ده؟ ادوا له كل الاسلحه، فاكره؟ ادوا له النار بتاع الرمح، وقال له انا حارب لوحدي. هو الاهلي بيحارب لوحده
لإعلاء اسم الكرة المصرية في أفريقيا وفي العالم، ومنظومة كرة القدم والرياضة في مصر بتشد الورا كمان، مش بتساعده، ده بالعكس بتحاول تشد الورا. ما هو سؤال أنا بقى، عشان إيه حتى وهو في المعافرة دي إحنا عايزين نلاقي الحتة الباية كريزة بقى دي اللي بتجيب الأهداف وتخليه يفوز على فريق زي ريال مدريد زي باير إن شاء الله لما يجي مهاجم كويس. وأنا بقول لك كمان انتظري كريستو. بس هو مارسيل كريستو اللي هو محمد الضوي اللي هو اللاعب النجم الساحلي اللي احنا اشتريناه، بس كولر ما حبش يحرقه في هذه البطوله، ده لسه ورور وعايز لسه يفهمه تكتيك ويفهمه قصه وبتاع، ولسه قدامه ان شاء الله سنوات طويله في خدمه الاهلي. بس انا بقول لك انا اتفرجت عليه، الولد ده فاكهه في الكوره، فاكهه لما يتوتك كده ويظبط هتلاقيه حاجه في الجناح الشمال، ده حاجه تفرح يعني باذن الله ان شاء الله. بص هقول لك على حاجه، انا بعد حتى مباراه امبارح كولر اديله بس الامكانيات والله الراجل ده هيعمل ان شاء الله يعني صح تاريخ مع النادي الاهلي باذن الله ان شاء الله. طيب نروح بقى للمنظومه اللي مش بتساعد النادي الاهلي. لا وقبل بس المنظومه وانا بقول لك اهو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الاهلي لن يخرج خارج المفاض باذن الله، هيصالحنا يوم السبت. ورغم ان احنا زهقنا برونزيات والدولاب عندي اتملى برونزيات، لكن طب انت مش قلقان من فلامينجو تبقى شراسه هجوميه وسنه اسنانها عليك؟ طبعا بالميراس السنه اللي فاتت كمان غير بالميراس هم خارجين مجروحين من الهلال مليون في الميه، فعايزين بقى يعملوا اي حاجه، فايه مش مقلقينك؟ يعملوا اللي هم عاوزينه، بس الاهلي بالمستوى اللي انا شفته امبارح لو نفس المستوى بس كده من غير اي حاجه لا نفرم فلامينجو ده ان شاء الله يعني. ان شاء الله يا رب، بنتمنى يا رب التوفيق باذن الله.